وطن منحازون للحقيقة. وكنت طول الوقت مش متوترة الحمد لله، بس فترة إعلان النتائج والضربين والإعلانات والإشاعات عن الأولى ومش الأولى فتوترنا شوي فيها، بس الحمد لله. هي أول إشي المنافسة بين الطالبات وإصرارهن على إنهن ينجزن ويحققن الإنجاز، وبيئة المدرسة وجهود المعلمات وجهود المديرة وتشجيعهن اللي ساعدنا إن نحقق هذا الإنجاز. في حضرة الشهداء مسيرة العودة، الطلبة الذين كانوا من المفترض أن يكونوا معكم على مقاعد الثانوية العامة، وفي حضرة وجدان غيارة التي ذكرها زميلي الأخ صادق، وفي حضرة خديجة أبو عرقوب الأكبر سنا الأسيرة المحررة 75 عام التي تقدمت لامتحان الثانوية العامة، وفي حضرة عهد التميمي التي ستلاحقها الثانوية العامة إلى حيث هي، لأننا نأبى الجهل والتجهيل لتقدم مع الأسرى والأسيرات امتحان الثانوية العامة هذا العام. في حضرتهم جميعا نقول مبروك لنجوم اليوم. الأمس ربما لم يكن أحد في الإعلام يعلم من هم الأبطال والبطلات الذين سيحتلوا المشهد. اليوم وزارة التربية والتعليم العالي، زملائي على المنصة، مدراء التربية والحضور، زملائي في الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات قدموا اليوم نموذج فلسطيني. تمام. وطن منحازون للحقيقة.